وصور وفيديوهات كتيرة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، واحنا في برنامج آخر النهار نرصد لكم أبرز ما جاء فيها، والتي كان من بينها انتشار هاشتاج ادعم سياحة مصر عبر تويتر بمقاطع فيديو تظهر جمال العاصمة المصرية القاهرة، ليأتي من بينها مقطع فيديو لمدينة الفيوم. تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة هاتف محمول من شخص داخل سيارته على الدائري، ليأتي المشهد هكذا. أهو هيسرق واحد. أثار إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بكرش في مباراة فريقه أمام مصر المقصة، الأمر الذي أثار سخرية الكثيرين. ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أنه تم تصوير قمرين يظهران من وراء الغيوم في أحد المدن بإنجلترا، وحاول أحد الأشخاص وضع سقف لهذه التفسيرات الغريبة مضيفا أنه ببساطة هناك كسوف شمسي في العاشر من يناير فأنت تنظر إلى الشمس والقمر معا، فيما حاول آخر تفسير هذا المشهد بأن زجاج النافذة المزدوج هو السبب في رؤية هذا الوهج. إسراء سعد، آخر النهار. بيتابع السوشيال ميديا كل يوم ويقعد يتفرج على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام والحاجات الناس بتنزلها، بجد يعني ملوش غير كلمة واحدة بس، يا مثبت العقل والدين، يعني مش ممكن حاجات كلها يلا خير إن شاء الله خير. طيب، في بشرة سريعة النهاردة للناس اللي بتحب طول الوقت تفرح لعملتها الوطنية وبتفرح فيه، الدولار العملاق الأخضر النهاردة في ارتفاع آخر للجنيه المصري وانخفاض آخر للدولار. كلمتكم يوم الخميس اللي فات عن أنه كان في نزول كبير جدا، يمكن وصل لست قروش، كان وصل الدولار ل 15 جنيه 93 قرش، النهاردة نزل حوالي 4 أو 5 قروش كمان، بقى 15 جنيه 87 قرش. الدولار ب 15 جنيه 87 قرش. هلا 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 هتحلو. وكلمتي اللي اصحابي طول الوقت بيقعدوا يتريقوا عليا فيها، كل ما حد يقول لي في مشكله كذا اقول له والله هتروق وتحلى، يقول لي يا عم انت ما والله هتروق وتحلى، بس يعني نؤمن انها هتروق وتحلى، هتروق وتحلى ان شاء الله. سيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي فيه علامه يوميه احنا طول الوقت بنحاول نثبتها هنا في اخر النهار مع تامر امين، هاشتاج ادعم سياحة مصر والمعلم السياحي الأثري الثقافي اللي كل يوم بنلقي الضوء عليه. النهاردة بنلقي الضوء على معلم مش أثري لكن معلم ثقافي هو الأهم، دار الأوبرا المصرية، هذه الدار التي تحمل أجمل نواحي الفن اللي بتقدم تحت قبتها الشهيرة. منه إلى الفاصل، وبعد الفاصل حوار في آخر النهار تحت عنوان قادر 2020. افتتحت دار الأوبرا المصرية في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي تم تشييده كمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة. وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي، ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل عام 1869 واحترقت في 28 من أكتوبر من عام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام. ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عددا كبيرا من ملوك وملكات أوروبا، وتم بناء الأوبرا خلال 6 أشهر فقط.
وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة، وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي، لكن الظروف قد حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفلة. وكانت دار الأوبرا الخديوية التي احترقت تتسع ل850 شخصا، وكان هناك مكان مخصص للشخصيات الهامة، واتسمت تلك الدار بالعظمة والفخامة. تضم الأوبرا العديد من المراكز الثقافية التي من بينها قصر الفنون ومركز الهناجر والمسرح الكبير والصغير والمسرح المكشوف. إسراء سعد، آخر.